هذا المؤتمر من المؤتمرات المهمة في السياق التاريخي في الوقت الحاضر وفي العلاقات بين العالم الإسلامي والولايات المتحدة الأمريكية على مستوى النخبة ومستوى قادة الرأي. ولهذا المؤتمر هو في هذا المسار وفي هذا السياق له أهميته كبيرة، وهذه المبادرات الجيدة من رابطة العالم الإسلامي يمكن أن تساعد على إقامة علاقات صحية أكثر مع هذه الجهات الغربية التي تشهد أحيانا كثيرا عن الإسلام وعن المسلمين.